وللوقوف على تداعيات زيادة معدلات الحوادث المرورية وتسببها في وفاة وإصابة آلاف العراقيين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي والناشط المدني السيد عادل الجبوري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك يا أهلا وحوا. أستاذ عادل، في آخر حوادث الطرق في العراق راح ضحيتها الأبرياء، كان هناك مصرع لثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح في محافظة القادسية. كيف تنظرون إلى تزايد الحوادث في العراق في الآونة الأخيرة؟ تحياتي إليك وإلى مشاهدي قناة الأخبار الفضائية. حوادث الطرق بعد 2003 ازدادت بسبب تقاعس الحكومات المتعاقبة على حكم العراق لإدامة الشوارع العامة وصيانتها وكل ما إنارتها، ولذلك تشوف انه دائما تكون هذه الحوادث واللي مسبب بها هو السواق اللي ما الذين يحاولون الوصول بسبب رداءة الشوارع فيتسببون بالحوادث. والحكومة متقاعسة، الحكومات المحلية في المحافظات متقاعسة عن إدامة الشوارع، الشوارع كلها محفرة ولا يمكن السير بها، ولذلك نشوف الحوادث بصورة مستمرة في الديوانية وفي طريق أربيل اللي هو طريق سياحي، طريق تم مئات السيارات يوميا من المصطافين إلى المنطقة الشمالية، لا يوجد أي محافظ من المحافظين زيادة وكركوك أدام هذا الشارع. نعم. من أجل المسافرين. نعم. نعم. واضح تماما ما تتفضل به سيد عادل، وذلك في الأرقام. يعني حسب مديرية المرور فإن أكثر من 3850 حادث مروري وقعت منذ بداية هذا العام، وهنا نتساءل عن أسباب وقوع هذه الحوادث، سواء كانت سوء صيانة وتعبيد الطرق في وقوع الحوادث أو إشكاليات وأسباب أخرى. الحقيقة هي مديرية المرور العامة تأخذ رسوم وزباية طرق وجسور من السواق اثناء تجديد اجازات سياراتهم السنويه واصدار اجازات السوق الى السواق، لكن هذه المبالغ اللي تعد بالمليارات حسب ما افاد به اللواء مدير المرور العام، ده تستلمها وزاره الماليه لكن ما تصرفها على صيانه الطرق، ولذلك نشوف المحافظات ترفض صيانة الطرق من أموالها الخاصة، وهذا سبب رئيسي. يعني تأخذ الفلوس من المواطن لصيانة الطرق لكن ما تعبر الطرق. المحافظات ووزارة المالية متلكئة في عملية صيانة الطرق، واللوريات الشاحنات التي تعمل أخذت يسمح لها بأن تشيل حمولات أكثر من طاقتها انت الحموله مالتها 35 طن تشيل 65 طن، هذا يؤدي الى تخسف في الشارع. لذلك نشوف الحوادث في مناطق الجنوب، يعني في طريق البصره وطريق اربيل بشكل متكرر يوميا، ولا فائده من الحديث مع هذه الحكومات نهائيا. نعم. بسبب عدم انتباههم الى ما يجري في العراق. أستاذ عادل، كما تفضلت يعني هذه الأموال التي تجبى من ترخيص المركبات والغرامات وما إلى ذلك وهي بملايين أو مليارات الدنانير، أين تذهب إذا لم تخصص لصيانة الطرق وتوسيعتها وإنشاء الجسور وما إلى ذلك؟ يعني آخر إحصائية للأخ اللواء طارق الربيعي وحشاها علنا في مقابلة تلفزيونية قال أنا سلمت إلى وزارة المالية مال 4 شهور كذا مليار، زين كذا مليار، هذه تعبد لنا طرق عديده لكن بتروح الى وزاره الماليه وتصرف الى امور ما نعرفها، وهي هذه ما لها علاقه بالدوله، يعني هذه مستوفات من المواطن كرسوم للطرق والجسور، لا يسوون بها جسور، لا يسوون بها طرق، يعني عندهم الطريق الحلقي، عندهم الجسور داخل المدينه، حتى داخل المدينه هاي التقاطعات. نشوف المدينة اليوم بغداد بها كانت قبل 2003 500,000 سيارة، اليوم 3.5 ملايين سيارة تسير في بغداد،
حسب آخر إحصائية. على الرغم من ذلك أستاذ عادل، لم تشهد بغداد توسع للطرق، وهناك تراجع في البنية التحتية بطبيعة الحال، لأنه أيضا الصيانة فيها مشكلة. توسع للطرق وأي تقاطعات ما قامت فيها الدولة. يعني قبل شوية يعني كنت أتحدث مع السيد اللواء عمار الخيار من المرور العامة، يعني احنا نحتاج الى الطريق العلقي، نحتاج الى تقاطعات، نحتاج الى انفاق، لان يعني احنا وجود السيارات ومن ندعو الى منع الاستيراد حيعزز انه تزيد السيارات اسعارها، لكن نشوف هم يستردون تكاتف، يستردون ستوتات، يستردون دراجات، يعني هذه المفروض كلها تمنع من الاستيراد، لانه يعني تسبب لنا حوادث مؤسفة، حوادث إنسانية، يعني من يموت يوميا من عندنا كذا إنسان بسبب حادث التوك توك نعم. بالمناسبة أستاذ عادل، يعني الحكومة كما تعرف في كثير من الأحيان ترجع تزايد أعداد الضحايا في الحوادث إلى رعونة وإهمال بعض السائقين، فإذا كان الأمر كذلك، هل يوجد رقابة وقوانين رادعة لهذا السلوك على سبيل المثال؟ والله القوانين موجودة في المرور العام، قوانين رادعة، لكن نشوف أن المواطن بدأ لا يلتزم، لأنه القانون ضعيف. يعني كان سابقا يخاف من القانون لأنه ماكو تأثير على ضابط الشرطة، هسه اليوم يروحون ضابط الشرطة للبيت يهدجوه، يروحون للبيت يزقون بيته عشائريا، كذلك ماكو أحد يحميه. يعني شرطة المرور عدت شرطة المرور من كان تصير مقابلات فيهم، ماذا يقولون لهم؟ احنا نخاف نحاسب لأنه يجون يدقون بيوتنا. نعم. القانون اليوم بالعراق أصبح ضعيف بعد 2003 بسبب الميليشيات التي توالت على زعزعة السلطة في العراق، وأصبحت سلطة ثانية تهدد القانون. نعم. طيب أستاذ عادل، أخيرا، إذا كانت الأوضاع كما تفضلت، أوضاع الطرق والمرور بهذا الشكل، وتخلف هذا العدد الكبير من الحوادث، وهناك غياب أيضا للردع يعني أو تطبيق القانون على الوجه المطلوب للتخفيف من هذه الحوادث، يعني في نفس الوقت الحكومة تستأرد المزيد من السيارات من دون تخطيط على ما يبدو. والله هو عملية استيراد السيارات، أنا يعني في رأيي الشخصي المفروض أنها توقف، لأنه السيارات عندنا بأعداد هائل، 3 ملايين السيارة في بغداد، بحيث ما نقدر نشغل، يعني حسب ما قالها السيد مدير المرور العام اللي هو طارق، ما نقدر نشغل الترافيك لايت، لأنه زخم مروري هائل في الشوارع وتقاطعات بغداد. إيقاف الاستيراد على الأقل لمدة سنة، على الأقل لمدة سنة، الى حين ان يصير تقاطعات وان يصير انفاق. يعني شنو المانع؟ هذه الفلوس اللي بياخذوها من السواق، احنا ما نقول للحكومه، رغم انه النفط خيرا لله، وفلوس النفط وينها؟ يسوون بها انفاق ويسوون بها جسور، هذه من واردات الاجازات السوق اللي ياخذها يستحصلها مديريه المرور العامه من المعاملات الاجازات السوق، واللي تروح الماليه تخصص الى الانفاق والى الجسور، الطرق والجسور تقول انا ما استلم دينار واحد، امانه العاصمه تقول ما استلم دينار واحد، زين وين هذه الفلوس؟ يعني احنا ناخذ الفلوس من الناس ونقول الطرق والجسور ونخليها ايراد الى الدوله كموارد ثابته من غير موارد النفط، هذا ظلم بحق المواطن اللي المفروض اما تلغى الغرامات هذه على المواطن او الرسوم. شكرا. نعم. واما تخصص إلى بناء الجسور والتقاطعات. نعم. حتى شكرا لك. نعم، شكرا لك سيد عادل الجبوري من بغداد، الصحفي والناشط المدني.